في عصر التكنولوجيا صارت الأجهزة الذكية جزء من حياتنا نعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة، فلماذا لا نوظفها في العناية بصحتنا؟ حيث يوجد على متاجر التحميل مجموعة كبيرة من تطبيقات الصحة التي تهتم بصحة المستخدم وأسلوب حياته. تطبيق لايف سام. يقدم هذا التطبيق السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، ويساعد في تحديد التمارين والتدريبات التي يجب القيام بها من أجل حرق السعرات الإضافية للمحافظة على جسم سليم. الأشخاص سريعو الغضب والتوتر ننصحهم بتطبيق أونفانا، الذي يقوم بمراقبة الحالة النفسية وقياس ضربات القلب ومعدلاتها، مع الاستفادة من خدمات التطبيق التي تهدف إلى الاسترخاء والتخلص من التوتر. لا شك أن النوم ضروري جدا لحياة الإنسان وصحته، لذلك ننصح بتحميل تطبيق سليب سايكل، حيث يتم تزويد هذا التطبيق بكل المعلومات عن الشخص الذي يريد استخدامه، وسيقيم التطبيق حالتك ووضعك تجاه النوم ويساعدك على إتمام واجباتك تجاه نفسك وصحتك. أما مرضى السكري فبعد دعائنا لهم بالشفاء فننصح بتحميل تطبيق دايبتس، الذي يتولى مهمة قياس نسبة السكر في الدم، وعلى إثر النتائج يعطي المستخدم توصيات معينة بخصوص هذا الأمر.